طيب سؤال مهم يقول تجوز الصلاة خلف الصوفي. المسألة دي العلماء عندهم فيها الناحيتين. الناحية الأولى لو الصوفي ده ما معروف عنه فساد في العقيدة، يعني هو صوفي هذا داك شايل سبحته ولابس طاقية خضراء، لكن أنت ما عارف عنه فساد في العقيدة، يعني لا عارفه من ده الفقراء، لا بتوسل بهم، ها لا لابس حجبات ولا كده، بس انت مستور الحال، بسموه مستور الحال، في الحالة دي تصلي وما تسأل عنه، ما تمشي تقول لها ها في الشدائد بتنادي منه، ما تسأله، تصلي الصلاة وتفوت. طيب الحالة الثانية أو الناحية الثانية، العلماء قالوا لو عرف عنه فساد في العقيدة بيدعو غير الله أو قال دعاء غير الله جائز، ها عندها أصحاب القبور يجيز الاستغاثة، لابس حجبات، بيكتب حجبات، ببيع الحجبات، عقيدة عقيدة خربانة، في الحالة دي لا تجوز الصلاة خلفه، ما بتجوز. العلماء كمان الشيخ ابن باز والشيخ مقبل رحمهم الله تعالى قالوا من غير تفصيل ما بتجوز الصلاة خلفه. الشيخ ربيع حفظه الله يقول لو انت اقمت عليه والحجه بينت له يعني يبقى الصلاه خلفه باطله، لو صليت ذاته تبقى باطله، لو صليت وراه اتلفت عشان انت لقيته ده زولك ذاته، اها البنده الفقرة طوالها مش ورعي صلاتك باطله تبقى. لكن قال لو ما اقيمت عليه والحجه انت مبدئيا ما تصلي وراه، انت عارفه ذول عقايده زي دي ما تصلي وراه، لكن لو صليت قال وانت ما تعلم انه الحجه وقيمت عليه وما تعيد الصلاه، ده تفصيل ذكره الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. فيبقى عندنا لو زول انتم عارفين انه عقائده خربانه الصلاه وراه ما بتجوز، حتى لو الحله فيها جامع واحد بس والامام بتاعه صوفي ولابس حجباته سو كذي سوى كذي حجباته في يده هذي لك، ما تصلي وراه تصلي في البيت، ولا سوي لكم زاويه هناك في الطرف كذا في الخلا، صلوكم زاوية مش صلوا فيها، ده ما صلوا وراه ما بتجوز صلاة باطلة. نعم في سؤال، في صوفية هنا قالوا جايين يناقشوا، أنا سمعتها هاي إن شاء الله. في صوفية قال ده رجوا يناقشوا، في واحد قالوا تابع للي زيرك هنا، وينه جا ولا ما جا؟ قالوا من هناك جاي قال دار اسال ولا اناقش ولا كذا، نحن دارين ديل لانه ديل موضوعنا الاساسي، نحن موضوعنا الاساسي ديل اتباع الزيرق اتباع البرعي اتباع الصايم ديما، اي صوفي يدعو لمنهج زي ده موضوعنا الاساسي، احنا موضوعنا الاساسي يعني جماعه ناس العدسي وديل وديل لما دخلنا فيهم نحن دخلنا بس لمعالجه اشكالات معينه. الا في سؤال قبالك جايك له كويس، دخلنا لمعالجه اشكالات معينه، لكن موضوعنا الاساسي يا اخواننا مناقشه شبهات الشرك والدعوه للتوحيد وتاصيل التوحيد وتنقيه التوحيد مما شابه من شرك الصوفيه ومن غيره، ده الموضوع الاساسي.